بقميص أخضر. اللقاء كان دون المتوسط في الشوط الأول ومتوسط في شوطه الثاني. المقابلة أدارها السيد روماني. غياب بوطمين بالنسبة لاتحاد كهرباء العاصمة وبروز اللاعب كويسي كعادته وكذلك اللاعب العليلي. بالنسبة لفريق القبة ظهر قويا، وهذه البطاقة الأولى بطاقة صفراء للاعب السابقي المدافع، وبطاقة صفراء أخرى للاعب نايت يحيى نظرا للخشونة المستعملة. هنا الحكم يمنح بطاقة صفراء أخرى للاعب سعد الدين. إذن ثلاث بطاقات صفراء في الشوط الأول، وهنا ربما سعد الدين يستحق البطاقة الحمراء نظرا للتصرفات الغير رياضية على أحد اللاعبين. وبطاقة حمراء للاعب نايت يحيى يستحقها، بحيث بعدما أخذ بطاقة صفراء في الشوط الأول يستعمل خشونة أمام أحد اللاعبين وبذلك يخرج من أرضية الملعب. نشوف الغلطة الأولى والهدف الأول للاعبي أمام سربح، هدف مقابل صفر. ولم نشاهد لقطات في هذا الشوط الأول الذي كان دون المتوسط. نشاهد الإعادة والهدف الأول للاعب العليلي الذي كان من أحسن العناصر إلى جانب بنغانا في الدفاع وكويسي في وسط الميدان. بعزيز قائد الفريق ظهر نوعا ما ضعيف في هذا اللقاء. نشاهد هذه اللقطة على إثرها ضيع الكرة. ربما هذه من أحسن اللقطات وتنتهي بهدف ثاني. سرباح في الأخير وفرصة أخرى يضيعها فريق اتحاد كهرباء العاصمة. نشاهد التجمع الكبير في وسط الدفاع من طرف فريق القبة الذي اعتمد في الشوط الأول على الطريقة الدفاعية. ربما الهجمة الوحيدة بالنسبة لفريق القبة في الشوط الأول والقذفة من حوالي 25 متر التي لم تشكل خطورة على مرمى اتحاد كهرباء العاصمة. نشوف التصرفات الغير رياضية والحكم ما يقول حتى شيء في هذه اللقطة، بينما اللاعبان يستحقان ربما البطاقة الصفراء. استيقاظ فريق القبة ربما في الشوط الثاني أدى بفريق الكهرباء أن يلعب بطريقة هو الآخر أكثر دفاعية، وخاصة في الربع ساعة الأخير من الشوط الثاني. محاولات من طرف القبة لكن كلها تنتهي عند دفاع اتحاد الكهرباء المنظم. انطلاقة من بعيد من كويسي والهدف الثاني سنشاهد على الصورة. العليلي يضيف الهدف الثاني 2-0. شاهد على الصورة هذه الإعادة والعمل الذي قام به اللاعب، العمل الفردي الذي قام به اللاعب كويسي، والهدف الثاني من طرف اللاعب العليلي. نشير أيضا إلى غياب المدربان زرار عبد القادر وكذلك أكسوح بالنسبة للكهرباء. المدربان معاقبان من طرف المديرية الفنية للجزائر العاصمة، بحيث استدعي المدربان لحضور إلى اجتماع لم يحضر المدربان، ولذا عوقب من طرف هذه المديرية. إحدى الفرص يضيعها لاعب كويسي.
من الهجمات القليلة. يضيع اللاعب بو حسان فرصة لصالح فريق القب. الهدف الوحيد الذي سجله فريق القبة يسجله اللاعب جوجان، وهذه الإعادة. هدفين مقابل هدف واحد لصالح اتحاد الكهرباء، مقابلة متوسطة فاز بها فريق القبة. ونشير إلى الجمهور الرائع الذي أمتعنا بلحظات مثيرة جدا بالمتفرجين.